يهمنا. رايكم يهمنا. تليفوناتكم 70 05 320 120 70 288 289. اليوم نحكيو على تربية الحيوان الأليف في الديار، اللي ولا تقريبا كما قلنا قبيلة بشوية نوع من أنواع الهواية اللي يمارسها الإنسان ويولي يهتم بالحيوان متاعه من النواحي الكل، خاصة من ناحية زيارة المحدة للبيطري، من ناحية النظافة متاعه، باش يضمن عدم منها عدم تعرض الأشخاص الأخرين لعدوى بعض الأمراض، وزيد كحماية لك الحيوان هذيك، ويولي يتريتي فيها على اعتبار كونه فرد من العائلة اللي تكون معاه. اليوم عش نحاول نحكيه على العلاقة هذه، خاصة هل أنه الانجذاب إلى الحيوان يكون بالفترة وإلا لا، كيفاش دور الثقافة الاجتماعية في هذا الإطار، إلى أي مدى زيد النجم الحيوانات هذه تفيد الأصحاب متاحة، هل أنه ينجم يعكس شخصيات بعض الأشخاص، وخاصة نحكيه على الأهمية النفسية من خلال تربية الحيوان الأليف في الدار، وعلاقات الصداقة اللي تنجم تتكون منها، وخاصة مش نخصوا جزء كبير للناحية النفسية في هذا الإطار، خاصة بالنسبة للصغيرات متاعنا كيفاش السلوكيات متاعهم تنجم تتحسن بتربية حيوان أليف، وكنا ذكرنا بعض منها في الحصة الفارتة. هذيك علاش باش يكون موضوعنا هذا في هذا الإطار. ماذا بينا بتليفوناتكم 70 05 320 120 77 288 289. حاضرة معنا الأخصائي والمعالجة النفسية نعاودو، رحب بيك سونيا. مرحبا بك مريم ومرحبا بكل مستمعي الحياة تفاعل. اليوم سونيا براتيكمون ولينا حتى في علم النفس، وتقريبا منذ عقود الحقيقة علماء النفس وعلماء الاجتماع كشفوا لك العلاقة المتكونة بين الإنسان والحيوانات الأليفة، وخاصة يتحدثوا على الفوائد نتاعها كيلكو سوا على الصعيد العاطفي الصعيد العلائقي، رغم نعرفوا الاختلافات احنا نتاع الحوافز والميولات نتاع كل عبد، فمش كل يميل للقطوس فمش كل يميل للكبش فمش كل الفكرون الأرنب العصافير، دونك كل واحد والميولات نتاعو، فما قواسم مشتركة نجم ممكن نحكيو عليها خاصة من ناحية الفوائد. effectivement donc en fin de compte هو ديما كي تجي انت باش تخدم مع انسان خاصه اللي يبدا عنده اضطرابات سلوكيه او قصور عاطفي، جينيرالمون هذوما زوز اللي نخدموا معاهم التداوي عن طريق الحيوان، التعهد النفسي والعلاج النفسي عن طريق الحيوان. دونك شنو يصير ساعه انت ما تنجمش ديجا تفرض على انسان هو اللي تلقي علاج تفرض عليه حيوان معين، لا en fin de compte اجي تشوف الميولات نتاع الانسان هذاك، شي يكون اصلا من الاول يكون عنده مشكله مع علاقه مع الحيوان، دونك عنده رهاب فوبي من الحيوانات. دونك نحن بلوتو هذايا المقترح العلاجي نعطيه للناس اللي تحب الحيوانات وما عندهمش مشاكل نتاع خوف او قلق من الحيوان. دونك نعملوا الانامنيز نتاعنا، نشوفوا نكتشفوا شنو اكثر ريميل للانا حيوان، ومن وقتها افكتيفمون نبداو المشروع نتاع العلاج نتاعنا. من بين المشاريع الناجحه على الصعيد العالمي كيف ذكرت في الحصه اللي لقينا العلاج عن طريق الحصان، دونك لو هورس كونسيبت اللي هو الحقل الامانه، هو بدا في امريكا ومن بعديك خذاته الدوله اللي كان معناها المفهوم هذايا والعلاج طريقه العلاج هذايا تبنيتها الدوله الكنديه، ومن بعد وقع تعميمها بريسك في الـ في الـ في البلدان الكل. لا بروف اللي نحن اليوم عندنا برشا معنيش دي سبيسياليست، مي التداوي عن طريق الحصان موجود في الاصلاحيات باغ اكزومبل، دونك فما برشا اصلاحيات معناها تابعين مصلحه السجون والاصلاح اللي يستعملوا الحصان افكتيفمون باش وترويض الاحصنه فوالا باش ينجموا يعاونوا المراهقين اللي عندهم اضطرابات سلوكيه واللي داخلين في سلوكيه الحفاظ المخاطر لترويض جوستومون هرمون الادرينالين باش ينجم هو اون فان كونت يقع السيطره على الاندفاعيه نتاعو، مش الاندفاعيه هي اللي تسيطر على السلوك نتاعو. دونك هذا باغ اكزومبل نموذج من استعمال دونك الحصان للتداوي. كيف كيف وقت اللي نلقاو زاد ناس عندهم قصور عاطفي على اثر فقدان شخص عزيز، والا صار له حادث، والا على باز تربى باساليب تربويه معناها جافه برشا من الناحيه العاطفيه، ودونك هو عنده مشاكل في احتياجاته العاطفيه، ذاك علاش يولي عنده قصور عاطفي. كيف كيف زاد نجموا نستعملوا الحيوان كبديل باش نجم افكتيفمون نعاودوا نرجعوا له التوازن العاطفي، ويقع اشباع الحاجات العاطفيه نتاعو من خلال
جمال الحيوان. لهنا بتاتخ السؤال اللي يطرح نفسه يقول لك اليوم اسكو فما من غير ما نوصل انا للاضطرابات النفسيه، اسكو انا كي نربي حيوان وانا واعي معناها بصحتي النفسيه اللي هي بين ظفرين متوازنه ومعتدله، اسكو الحيوان معناها ما نستعمله كان للتداوي والا نجم نستعمله لتعزيز جوستمون المناعه النفسيه. ولا جوست قبل ما نوصلوا للنقاط هذوما ثانيه، احنا كنا تحدثنا في البدايه قلنا الميولات تختلف، فما شكون اللي عنده فوبي، فما شكون اللي ما عندوش، فما شكون ديريكتومون يحب الحيوان نتاعنا. هنا يعني نجموا نحكيوا على انجذاب بالفطره والا نجموا معناها بالتعود بك الحيوان هذاك، خاطر نعرف برشا من الناس اللي يكون في المره الاولى يكون ما يحبش الحيوان هذاك، لكن بعد التعلق يصير بالحيوان. شو التعلق بالحيوان على خاطر فيه جانب برشا البراءه. دونك هو كائن ضعيف يحتاج الى الرعايه، تحتاج الى العطف، يحتاج الى الحنان. دونك بريسك نفس الاحتياجات الاساسيه الاولانيه بالكل اللي عند الانسان، ما عدا زوز احتياجات اللي هو تثمين الذات والثقه بالنفس. دونك الاحتياجات الفيزيولوجيه موجوده، الاحتياج بالامان موجود، والاحتياج العاطفي موجود عند الحيوان. دونك قربنا برشا للاحتياجات الاساسيه عند الانسان. دونك اون فان كونت هو بشراء كلكو باغ حاجه فيه. فما اليوم شكون اللي يربي حيوان يتبناه ويعتقده حتى كيف كصغير، معناها اون فان كونت يهزوا للطبيب يحرص، معناها البيطري بلوتو طبيب البيطري يحرص على التداوي نتاعو، على التلاقيح، على ماكلته، على نظافته، على خرجته، على اليوم فما حتى دي سنتر معناها سبيسياليزي للحيوانات وتوجدت توا في تونس، حتى بطريقه اللهوه جوستومون بالحيوان، لو فات يتقص الشعر نتاع الحيوان اتسيتيرا. دونك اليوم هذه الكل استيتيكمون معناها لاسبي استيتيك نتاع الحيوان موجود، ولاو فما دي سنتر، فما كاريمون دي زوتيل بوغ الحيوانات. اي الانسان باش يسافر ينجم يخلي الحيوان نتاعو في البلاصه هذيا، لي ميزون دوت بوغ لي دي زانيمو. دونك يتلهولوا له بيه اتسيتيرا. دونك اليوم تطورت حتى ثقافه رعايه الحيوان، تطورت علاش؟ على خاطر نحن جوستومون رؤيتنا واحتياجاتنا للحيوان تطورت كذلك. دونك ولاو حاجتين يتمشاو مع بعضهم اون باراليل، تونتو خدمه للانسانيه وتونتو خدمه جوستومون للانسان في حد ذاته. فوالا دونك معناها الزوز اطراف معناها يعتبروا مستفيدين في الاطار هذايا. نجم بعض الناس يقول لك اسكو الحيوان مش يفهمني انا كي نبدا تصرف معاه، واللي يقولوا معناها فما معناها دي كريتير كل حيوان والكريتير اللي عنده، منهم مثلا نحكيوا على اللقطاتس اللي وقتها معناها بطريقه الاستقبال بالذيل نتاعو تفهم شنو هو اكزاكتومون كيفاش يحب يتصرف معاك، هل انه متقرب لك. حتى في الحيوان في حد ذاته في علاقته بالانسان عنده تصرفات معينه، ينجم بيان سور في هذا الاطار تفهم الحيوان هل انه معناها حب الانسان هذاك ولا لا، ومن هنا ممكن تبنى العلاقه. انا مشكله ممكن سونيا نجمو نحكي فيها احنا في علاقه الحيوان بالانسان هي كالثقافه الاجتماعيه اللي برشا من الناس ينبذوا مثل الحيوانات على غرار مثلا نقولوا الكلب باغ اكزومبل، اللي برشا من الناس ما يقبلوش اللي هو يكون متواجد معاهم في الدار. وهنا ندخلوا في اختلاف الثقافات الاجتماعيه واللي نجمو حتى يدخلونا في انغرناج باغ اكزومبل كي نكونوا خاصه عايشين في عماره. دونك تولي فما القلق من الحيوانات هذوما، التذمر، التشكيات من العبيد هذوما. كيفاش نتأقلموا في الإطار هذيا مع الثقافة الاجتماعية اللي نجموا نتواجدوا فيها مع الترابط اللي يكون بين صاحب الحيوان في حد ذاته؟ به لهنا باش نجاوب على السؤال، على الجزء الاول من السؤال الثاني. نبدا بالثاني فوالا. الثاني اللي هو كيفاش يكون علاقه ساعات متينه جدا ما بين الانسان والحيوان، اللي هي ساعات تكون في الاكزاجيراسيون. دونك في في المبالغه، مو مبالغه صحيح ايفيكتيفمون. دونك في المبالغه اللي هو شنو اللي هو ينعكس راهو بعد باغ لا سويت سلبيا، راهو شو كل حاجه تزيد عن حد اعرف راهو كزايد هذاك ينجم يكون منه قلق الانسان. اش معناها وقت يكون التعلق، ما عادش نحكيو على ما عادش نحكيو على الرابط العادي، وقت يكون تعلق زايد عن الحد مع حيوان راهو بعد لا قدر الله يصير فقدان الحيوان هذاك. دوك شنو باش يصير له الانسان؟ دوك اكيد فما انعكاسات سلبيه على النفسيه نتاعو، اللي هو الفقدان وعدم التقبل والدخول بتيتر في باركور نتاع الاكتئاب والانتواء والعزله والرفض لمواصله الحياه والرفض ورفض سامحني للتواصل الخارجي اتسيتيرا. يولي حتى ان سارتان مومون يولي يكره الحيوانات على خاطر ديما بالنسبه ليه كي يذكر الحيوان دوك يذكر
الالم اللي صار له من خلال هذا في صوره الفقدين. هذا في صوره الفقدين ايفيكتيفمون فوالا. زاده كيف وقت اللي انت تتعلق اكثر من لازم بالحيوان تولي اون فانت كونت فما حدود معناها تعيشهم في الحياه نتاعك حتى في نظامك اليومي او في العيشه اليوميه. على خاطر نعرفوا الحيوانات نجوج نسمع في البلايص الكل دونك يكون تعلق اكثر من لازم. اسكو اليوم الانسان اللي يقرا نجم يهز مع الحيوان نتاعو يقرا معاه؟ ما نجموش. كي نسافروا كيف كيف ما بلايص مكان اماكن معينه اللي يجي غالمون عموميه ما تنجمش تدخل فيهم جوستمون الحيوانات. اليوم معناها يجم يصير اي ايفينمون انت توي اوبليجي باش تسافر من ولايه الى ولايه او من بلاد الى بلاد دونك كيف كيف تهز معك الحيوان. دونك لهنا ايفيكتيفمون ينجم يكون زاد على ش قلت لك انا التعلق هذاك ينجم يكون عنده انعكاسات سلبيه على خاطر باش يحد من حريه الانسان في حد ذاته مش باش يخليه يعمل حدود ومش باش يخليه يعمل اكل مناعه نفسيه اللي هو يعرف وقتاش يقرب ويعرف وقتاش يبعد. دونك ما عادش ينجم يتحكم في ذاته من خلال العلاقه. تختلط المشاعر فانت كون تختلط يولي بالنسبه اللي هو هذاك جزء من حياته جزء منه ما عادش معناها جوست مع ولي ما عادش يعيش علاقه مع حيوان يولي يعيش علاقه هو والحيوان. داكوغ دونك علاقه الترابط اللي ما ينجمش لا يعمل ويقضي الشهور نتاعو اذا كان عنده شهور voilà. وايفيكتيفمون زيد معناها ما ينجمش يتعايش بعيد على الحيوان هذاك. احنا نستقبلوا تليفوناتكم 70 035 120 77 288 289. ايمنه تقول لي حاضر معنا تليفون امتنان. مرحبا بك. السلام. مرحبا امتنان. حبيت تدخل معنا في موضوعنا لليوم هو تربيه. نحكي على تربيه الحيوانات الاليفه خاصه كالعلاقه اللي تكون بين الحيوان والمربي نتاعو. كنت الاخصائيه والمعالجه النفسيه سونيا جبيلي تحدثت على كالعلاقه وقت اللي تزيد عن الحد نتاعها وتولي علاقه ترابط دائم مع الحيوان اللي تكون مربيه. نحكي على تجربتك انت وغرامك ساعه بشنو هو لانه بالقطط لانه بالكلاب شنو الغرام اللي عندك؟ كما قلت العلاقة ولات ما عادش اسمها بين حيوان وانا ديجا ترابط وصل معناها زيت علاقتنا ولا ولدي ما عادش ما نقول عليها. انا عندي ولدي اسمه سيمبا هو كانيس كوتون دو تيديا فما انا بالنسبة لي ولدي معناها وديجا بديت علاقتنا ديريكت كود فود توا ما شاء الله معناها معايا سيتون ومعناها وجيني هكا ولدي جاي صغير تربى على ايدي ديجا من اللي هو مازال في الاشهر الاولى وسافرت حتى كانت وقتها اول سفره نذكر معاها معناها ديرجونس نورمالمون اللي يسافر امرجنسي مش باش يقعد يعمل له فك البروسيجر واوراق ودنيتو ولا اسمها البيس اللي عنده المايكروشيب اللي عنده اللي تحت الجلده والدنيا كلها ما انا عملت له كل شيء وسافر معايا خاطر انا عرفتك تحس بالذنب باش ما تخليه ولا ما تسافرش. نسيت انا عندي برشا ما نحكي في الموضوع. اي نسيت شيء نسيت شيء. خاطر مرحبا. نحب تيم جديد معناها بالكيستيون خير خاطر نعرف روحي ما نسكتش. مرحبا. نسيت. اي كيفاش. موجه. اي باش ما خاطر مش تتسيب قالت في الموضوع هذايا. امتنان جوست خلينا نسالوك احنا كيفاش كان؟ هل انك انت مشيت اقتنيت سيمبا هذا الكلب نتاعك؟ هل انه جاك هديه؟ كيفاش كانت العلاقه بيناتكم؟ وديجا انت قلت كود فودغ دوبا شفتوا كود فودغ. بون انا لمحاله نحبهم من قبل ما انا قبل معناها ديما ما عنديش كلب بروبر اموا فمت في الفامي مع ميكوزين كل واحده معناها نبدا نحب معاها كلبها كلبتها اكسيتيرا دونك حتى وانا نحكي مع العبيد نبدا نحكي على حبي ليهم انا معناها بيت لوفر بطبيعتي نحبهم الحيوانات. هو الحقيقه جاني كادو زيني كادو من واحد معناها عرفت فن اختيار الهدية توا ديجا ولا راجلي دونك مفهوم الكود فودغ منين جاي. لا انا نحبه معناها ما بغض النظر شكون هداهولي بالحق معناها هو ديجا فما لا بري ديسبوزيسيون دونك فما بلا بري الحضور النفسي موجود متأهلة صحيح ولا التأهيل النفسي موجود مع الحدث في حد ذاته دونك سي نورمال باش يكون فما تعلق بالطريقة هذه. زيني لافي نتاع لانيفيرسير زيني في مناسبة انا قدرتها برشا وهو حاجة نحبها ونحكي عليها وديجا هذيك علاش تختار هو كوم كادو ليا انا. فهمتك دونك معناها دونك اول هكا مزيني حاجه هكا صغيره حاجه يا حليت هكا شفتو دونك معناها عجبتها فوالا هو في الاطار هذايا اكيد حبت راجلها وقتها باز هذايا
دونك فوالا سونيا هنايا شوف هي معناها القيمه نتاع الهديه بالنسبه للشخص والامباكت نتاعها عليها هي وقت اللي تفاجات معناها فما عبد اخر ممكن تنجم ما تعجبوش اما الحاجه اللي هي ممكن في راجلها اللي هو توا الزوج نتاعها اللي هو فهم الشخصيه نتاعها شو ما فما حاجه اسمها سقف الانتظارات كي نبداو فاهمين الانتظارات نتاع الشريك نتاعنا دونك ديما نعليو نحنا في شنو نجمو نعملو دونك سقف الانتظارات نتاعها كان بنظره معينه دونك هو زاد عليه هذاك زاد رفع لها سقف الانتظارات فصار اكل انبهار بك الحاجه هذيك هذاك اللي خلى العلاقه معناها تكون وطيده حتى مدام سوفيا عايشه معاك تفاعلت معاها دونك هي عاشت رده الفعل يظهر لي سوفيا نتاع نتاع عملية فتح الكادو هذيك باهي متين خليني نسألك بيسك انت معناها تحب يكونوا الأسئلة موجهة غير كو خاطر ديجا انت قلت لنا قبيلة بشوية حتى في الأوف قالت متين اللي معناها رو انا اذا كان مش نحكي معناها على العلاقة تنجموا حتى تحلوا لي معناها من الناحية النفسية الشخصية متاعي غير كو باهي متين انت مثلا كي تخلي السيمبل الكلب متاعك عند حد هل انك عندك ثقة في الأشخاص اللي تنجم تخليه عندك والا لا تحبوا يكون ديما ملازم ليك فما هو حد يعطي صغيره اي انا باش نقول لك انا نوصل في التربيه انا وصلت معناها انا ديما نحب معناها الفول ديريكت وصلت على خاطر سورت وقت اللي كان صغير خديت ترانزيت على خاطره باش هو يطلع غيان كو في ترانزيت كان معناها الكامباني تطلعوا لي في الكابل ما نجمتش هو صغير نعطيه فكبر في هذيك معناها انا قاعده هو قاعد ديجا كي تعمل الطياره كي يبدا معايا مش في الكابل ونمشي فول ديريكت كي يبدا هو في الاكسس باجج انا اي صوت في الطياره نبدا نتخيل فيه هو كيفاش يتفجع كيفاش زعما من الفجعه قلبه ينجم فهمت معناها ندخل في الكركه هذيك درت من بعد وصلت حتى قطر الويز وكل ولاو يقولوا معناها شركه الطيران يقولوا لي راك نجم تجيب سيرتيفيكا من نفسي باش يطلع معاك في الكامباني اللي ما طلعوش معاك في الطياره تابي غيان سو معناها تيلمو اتاشي في اللحظه اللي نعطيه حسيته انا راه شويه في اللحظه اللي نعطيه للكامباني معناها نولي انا نبكي وهو خاطر نسمع يبكي فهمت باش نعطيو باش نتقابلو اي في دار التفاعل سونيا مع الكافي التعلق اللي احنا حكينا عليه ديجا معناها اي ما هي سونيا راهي الاخصائيه والمعالجه النفسيه سونيا معناها بيتا شويه في معناها في طريقه التعامل لا هو مش بيتا اما انا خايفه عليها داكا هذه الامانه دونك انا خايفه عليها هو محليه تعلق ومحليه لو فات انت معناها تكون رحيم بالطريقه هذه ايتترا اما كيف ما قلت كل حاجه كي تبدا زايده عن حد هوش معناها زايده عن حد نعرفوا ان احنا مش نجم انت تكون نجم تقدر الاشياء بطريقه نسبيه دونك فما لي ليميت لي نورم لي نورم سوسيو دونك النورم هذيا معناها يحددها المجتمع اللي انت تعيش فيه دونك ضوابط اجتماعيه فوالا ضوابط الاجتماعيه رؤيتنا الى الاشياء كيفاش نتصوروها دونك اليوم نتاكد لك اي مجتمع قاعد يسمع في المداخله هذيا باش يقول لك لا هذيا داخله في الاكزاجيراسيون لا كيفاش تبالغ افكتيفمون لا نجم تكون مش صحيح لا تنجم دونك باش تدخل برشا معناها تأويلات في الحديث اللي تحكي فيه لكن راهو الاشياء هذوما موجودين لعبات كيف ما هكا موجودين والتعلق هذا راهو موجود بعد نحن كمختصين باش نجم تقول عليه اسكو هو تعلق عادي او مرضي ما نجموش نعلنوا عليها كيكا ماهيش مقياس مش ماهوش مقياس باش انا اليوم نقول اسمع هاهم الاعراض دونك اوتوماتيكمون مرضي والا هاهم الاعراض لا هذايا عادي سلوكي لا هذايا يدخل من بعد في خانه نتاع المحادثات النفسيه الفرديه باش نشوفوا هالتعلق هذايا على باز من جاي وعلاش كان سقف الانتظارات بالطريقه هذيك وعلاش جاي الكادو هذيك في الوقت هذيك بالذات وقت اللي هي اكيد فما احتياجات معينه كانت تسنى فيهم دونك ما صدق ربي صارت الفرصه فوالا هذا هو فوالا اي شنو كيف شنو قلت انت نفس كنت باش نعرف نفس الموضوع نتاع الدكتوره اللي هو ساشون كو انا اول مره هذيا فيت معناها ناخذ وحدي وكنت معناها في غربه دونك عطيته كل لامور وبليس انا معناها سيليباتير ما عنديش صغير ولا حاجه فهمت دونك هو خذ الحب الكل وديك علاش انا ديما ساعات توا نسال حتى بويسك انا مازلت ما جربتش الامومه انا نسال اسكو معناها تخزروا لصغاركم خاطر انا نشوفوا راهو صغيري فهمت اسكو تخزروا اللي عندهم صغار ينجموا يكونوا في نفس يخزروا لصغارهم بك الحب كي نشوفوا ازين واحد في الدنيا اللي نحبوا يا محلي في كل شيء فهمت نقول انا بالك معناها كان نفسك السنتيمون اللي اللي عندهم صغار عندهم معناها مش ملاذيه هي اما كي تبدا حاجه تحسبها كيما صغيرك ولا صغيرك تشوفوها كيكه فهمت
بكى السنتيمون تاع الحب هذاك. وان بليس فما حاجه اخرى بويسك احنا نعرفوا معناها عندهم مويناج معناها نتاع العمر المحدد نتاعهم فلا نسبه العايش نتاعهم. امي زادت تخاف عليا من الكهذية ديما تقول لي راهو ما يعيشوش برشا راهو رد بالك راني والله نخاف عليه. انا نبدا نقول لها يا ربي عيش ندخل القائمه جينيس في اعلى اطول الاعمار عرفت هذه وليت هذه زاد نحب تلمون نحب هو يعيش لي يا ربي يعيش لي معناها ان شاء الله يعمل ليكسبسيون ان شاء الله يعيش ليكسبسيون. هو بدو يبحثيه يعني انا تو نحكي بالنقدر نعشق فيه ونحكي بالالهام خاطر هو قدامي فوالا دونك هما حاجه حتى انا راهم نحبهم الكل نحب حتى اللي في الشارع فرندلي معاهم هما سبحان الله زاد يفهموا بكر اللي في غومون وكل شيء يفهموا اللي يحبوهم اللي راهم معناها كائنات معناها اسبيس دامور هما بطبيعتي انا نحبهم نحب القطاس نحبهم هما الكلاب الفطيره الكل فيهم فهمت زاد هكا بيريود هكا كنت هكا معايا وكل ما هو هذا غير سيمبا غيرهم حاجه معناها وحدي حاجه سافرت بيها غربت معاها وحدنا فهمت نمرض هو بحذايا صدقني كانك نبدا هكا طالعه هكا فوق في بلاصه وباش نطيح الناس كلها معناها حتى بالغريزه يبعد فهمت نطيح فيك هو يجري لي حتى معناها لا مو ولا متبادل الوفاء الحيوان معروف معناها الوفاء عند الحيوان معناها خاصه مش حدود افكتيفمون سيرتو الكلاب افكتيفمون دونك الحاسه السادسه نتاع الكلاب تخولوا لهم كونهم هما يحسوا جوستومون بالخطر ويستبقوا بوتيتر حاله الخطر قبل وقوعها دونك هذا هو افكتيفمون دونك نحن على شنو نحكيو اللي هو سؤال دونك مدام امتنان قالت اسكو اليوم اللي عندهم اللي تعداو بتجربه الامومه اسكو يحسوا بنفس الاحساس اللي نحس فيه انا تجاه الكلب هذايا نقولها اون فان كونت راك فما مثل ديجا تونسي يتقال يقول لك الوسده تغلب الوالده معناها مش بشرطه انت جبت صغير أي من كرشك مش من كرشك معناها اوتوماتيكمون مش باش تحبه لا خاطر العشره ساعات اكثر واقوى العلاقه نتاعها اكثر ولكن نحن اليوم لازمنا نفرق وقت اللي تحكي تفرق ما بين تحكي على انسان وبين تحكي على حيوان اوكي حيوان معاك دونك اي نعرف عرفت الضحكه باش تضحك هذايا اي سي نورمال سي نورمال اون بلوس باش نقول لك هكا مدام تيني باسكو تسمع فينا دونك اليوم ايفيكتيفمون يفو فيغ لا بار دي شوز علاش على خاطر نحنا نعرفوا اللي نحنا وقت اللي نربيو صغير كسوا صغيرنا ولا صغير غير صغيرنا معناها فما تفاعل ما بين انسان وانسان اش معناها باش ينطق باسمك باش يكلمك باش يحن عليك باش يعمل لك حاجات انت بتتخماكش منتظرتها باش يروف عليك باش يسال عليك باش يحن عليك باش يخاف عليك ايتترا الحيوان اوكي عنده سلوك معين هو يحسك بالوفاء ويحسك بالفيديليتي سورتو دونك اللي هي حاجه من الحاجات اللي الانسان ديما يبدا يبحث عليها ايفيكتيفمون دونك اليوم اوكي محلاه معناها وديجا الرفق بالحيوان وهذايا معناها نص عليه ديننا ونصت عليها عقيده نتاعنا ايتترا حتى في السيره النبويه معناها تذكر القطوس وتذكر تذكروا برشا انواع نتاع حيوانات ايفيكتيفمون دونك اليوم علاش على خاطر ديجا حكيت عليه تو مدام تينين اللي هو معناها المده الزمنيه اللي يعيشها كل حيوان ايفيكتيفمون دونك لهنا نخافوا لا تولي فما لا قدر الله من بعد هشاشه نفسيه من جراء التعلق هذايا اللي قلت لك ما نسمحش نروحي نطوك مختصه باش نقول عليه تعلق أيه فوالا الا لما تكون معناها الحاله معناها لما برشا اسئله تطرح وانتم التيرابي نتاعكم اللي تفهموا بها الاشخاص وكيف ما قلنا ديما اون فيت فما ديما الانسان فما اسباب ودوافع داخليه هي اللي تلزم باش يتعلق بالتعلق هذايا الكل مع الحيوان. كنت اثرت نقطه الغربه اللي هي كانت وحدها في الغربه ومعناها مع ليفينمون تاع هي تقدس اش معناها عيد ميلاد مع الانسان في حد ذاته اللي هدالها الهديه هذه بالذات في المومون بالذات اتسيتيرا دونك هذا الكل دونك ينجم يساهم في التعلق هذايا اللي دونك انت كي تراهم هي كلها ست كيف ليكواسيون ماتيماتيك تحسها فما برشا منطقي فما لوجيك برشا دونك تقول عادي باش توصل تتعلق بالطريقه هذه ولكن اكيد فما دوافع اخرى ما نجموش نديكلاريو عليها على المباشر مي سيغتينمون اللي فما معناها فما حاجه اللي باش لا قدر الله هي بيدها ما تتقلقش من بعد لا قدر لا سمح الله تصير حاجه سورتو هي والمحيطين بها اللي قاعدين ديما يخموا في الاشياء هذه احنا نحكيو اليوم على تربيه الحيوانات اللي في تاثيراتها على الصحه النفسيه نتاعكم الصحه الجسديه وقديش مهمه جدا خاصه نعرفوا ديرنيغمون الحقيقه سونيا بدينا من خلال وسائل الاعلام اللي نسمعوا بحكايه الغرام بالحيوانات بالعصا برشا حاجات قاعدين نسمعوا فيهم دوك ابار نحن ملي صغار مريم سمحني كان قصيت على كلامك
ملي نحنا صغار فما برشا معناها دي سيري دو فيلم والا صور متحركه ولا افلام معناها كرتونيه اللي حكيت على الحيوانات بيلي سيباستيان نحكيو على الكلب البوليسي هذاك ماكس فوالا دونك فما برشا لي سيري اللي معناها لي ديساين من الصغيره برشا افلام تحكي باغ اكزومبل على الناس اللي معناها عندهم مشكله في النظر او المكفوفين بصفه عامه اللي يستعملوا جوستمون الحيوان كبديل للتنقل ولقضاء الشؤون ايتترا دوك اليوم معناها والافلام اللي يحكيوا على الدوفان وعلى الفيداليتي نتاع الحيوان الدوفان ايتترا دوك كلهم يفهموا الثقافه ايفيكتيفمون دوك احنا مجتمع عندنا ثقافه معينه ورؤيتنا للحيوان والرفق بالحيوان دوك حتى في تربيتنا تربينا حتى على وسائل الاعلام الحاجات المشاهد هذوكم اللي تخليك ايفيكتيفمون اللي تخليك من غير ما تشعر تربي فيك كل الغريزه نتاع حب الحيوان دونك بعد كيفاش تربيه كيفاش تختاره شنو الاستعمال بالضبط تستعمله وكيفاش تكون علاقتك مع الحيوان هذاك على خاطر زاد حتى المحيط والدينا واخواتنا زاد راهم هما مساهمين فيها العلاقه هذه كيف ما ينجموا يوطدوها كيف ما ينجموا يبعدوها فوالا وقت اللي يبدا عندنا واحد فينا في الدار باغ اكزومبل يخاف من الحيوان وقت اللي واحد من الوالدين يرفض كونه صغير يربي حيوان دوك مش ديما راهو التصوير المثالي نتاع نحب حيوان نمشي نشري حيوان نربيه ولا ناخذ حيوان نربيه دوك وراه اكيد فما برشا قداش من حتى على مواقع التواصل الاجتماعي ساعات يتسرق حيوان ساعات يموت حيوان ساعات يتضرب حيوان دوك هذوما الكلهم ايفيكتيفمون يلزمنا نشوفوهم الكل معناها الحكايه هذوما الكل لازم يكون عندنا بهم درايه السيناريوهات المطروحه المتوقعه الكل معناها لازم ايفيكتيفمون تكون في اذهاننا ديما فما نسبه نتاع لا قدر الله تصير حاجه باش نحمي ايفيكتيفمون روحي باش نحمي صحتي النفسيه من الامباكت النجم يصير على فقدان حيوان فوالا سورتو بعد شويه نحكي وسوني على الاهميه الكبيره للحيوان والامباكت نتاعو خاصه على صغيراتنا هل انه يساهم في تحسين السلوكيات نتاع صغيراتنا ولا لا وخاطر نغزر ونعرفوا اللي برشا اولياء ديما هما محور الاهتمام اللي يرفضوا كونهم يجيبوا حيوان لصغيراتهم رغم الالحاح والطلب من صغيراتهم يقول لك خاف لا يتعلق هو هذه ديما هي ديما اللي ترجع مع عند لي بارون نفس الملاحظه يقول لك انا مش ما نحبش الصغير يربي حيوان انا نخاف الصغير يتعلق بحيوان ولا قدر الله نهار اللي يفقده ترسي لي معناها في مشاكل اخرى فوالا احنا نحبوا تليفوناتكم وتجاربكم مع الحيوانات نتاعكم 70 035 120 77 288 289 نحكي لكم على علاقه الانسان بالحيوانات خاصه الحيوانات الاليفه شنو هي الاسرار نتاع العلاقه هذه وخاصه تاثيراتها النفسيه